المحميات. أفعى السجاد العمانية. يهدف مركز الحفية لصون البيئة الجبلية إلى حماية الطبيعة والحفاظ على التنوع الحيوي في البيئة الجبلية، وخاصة بالنسبة لسلالات الحيوانات المعرضة لمخاطر الانقراض. ويعتبر أحد أهم المحميات البيئية التي احتوت على قدر كبير من الحيوانات المتنوعة التي يمكن لزائر المحمية رؤيتها والتعرف عليها عن قرب. من هذه الحيوانات التي يجب التعرف عليها ورؤيتها في المركز أفعى السجاد العمانية، التي تعد من الثعابين السامة وتشكل خطراً على الإنسان حينما يتعرض للدغها. هذه الأفعى الإنعزالية بحراشف ذات نتوء واضح في وسطها يجعل ملمسها شديد الخشونة، وعندما تتعرض لأي تهديد تقوم بإصدار صوت هسيس مزعج جداً، مصدره فرك حراشفها ببعضها البعض لإخافة مصدر الخطر وإبعاده عنها. وعند زيادة التهديد واشتداد الخطر يتحول الهسيس المزعج لضجيج متسارع ويزداد صوته علواً. واكتسبت هذه الأفعى مسمى أفعى السجاد العماني لكثرة انتشارها في سلطنة عمان، وتدعى باسم الغريبة بمصر. أما في المملكة العربية السعودية فالبعض يطلق عليها اسم الرقطة. تتميز أفعى السجاد العمانية بجلدها البني أو الرمادي الذي يحتوي على علامات أفتح لوناً مع حواشي غامقة اللون، ويكسو بطنها اللون الأبيض المائل للإصفرار بقعاً غير واضحة في بعض الأحيان، ويشبه رأسها الصغير شكل القلب. فهو مثلث في مؤخرته وحاد في المقدمة، ما يجعله مميزاً عن بقية جسمها. وتعلوه أشكال تشبه نقش السجاد المرصع باللونين الأبيض والبني القاتم. يتراوح طول هذه الأفعى السامة ما بين 75 إلى 80 سنتيمتراً، ويبلغ وزنها ما بين 0.071 إلى 0.080 كيلوغراماً. وفي معظم الأحيان تضع ما بين 6 إلى 8 بيضات، وتحتاج إلى فترة تتراوح ما بين 60 إلى 70 يوماً لتفقس ويخرج منها الصغار الذين تتراوح فترة بقائهم على قيد الحياة ما بين 15 إلى 20 سنة. وتم العثور على أفعى السجاد العمانية في شرق عمان والإمارات العربية المتحدة على ارتفاع 1000 متر من مستوى سطح البحر. وتنتشر هذه الأفعى الفتاكة في شمال وغرب ووسط المملكة العربية السعودية، حيث تكثر في المناطق الجبلية وفي الدول التي توجد بها مناطق صخرية ووديان. ويتم تصنيف أفعى السجاد العمانية بأنها من الأفاعي العالية السمية، وبكميات قليلة من سمها تملك القدرة على التأثير على من تلدغه من البشر. وكمية السم القاتلة للإنسان تم حصرها ب53 ملغراما، بينما بلغت الجرعة نصف القاتلة لفئران التجارب حوالي 0.45 ملغراما. وتفرز أفعى السجاد العمانية كمية أكبر بكثير من هذا المعدل في لدغتها، وتختبئ خلال النهار في مخابئها التي تقع في الشقوق وتحت الصخور، وتخرج منها غالبا في الليل. ورغم سكونها في النهار إلا أنها تكون أكثر نشاطا في أوقات الفجر والغسق الأكثر برودة، وهي الأوقات التي تبحث فيها عن غذائها الذي تعتمد فيه على اللافقاريات والضفادع والسحالي والثدييات الصغيرة. وهناك العديد من الفوائد لأفعى السجاد العمانية كما يشير علماء الحيوان، ومن أبرز فوائدها تناولها للأعشاب السامة، كما تعمل على تنظيف الحقول من الحشرات الضارة وملاحقتها الدائمة للفئران والقوارض، فضلا عن أن سمومها بشكل عام تعتبر مادة طبيعية في تصنيع الأدوية.